تمت أعمال القافلة الطبية بوحدة الحمراوين الصحية بالقصير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استمرت على مدار يومين. ووقعت القافلة الكشف الطبي على 325 مواطنا، بالإضافة إلى صرف العلاج بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. العلاجية خدمة لشعبنا، شعب مصر. العلاج، صرف العلاج بالمجان، كشف كامل وأشعة ومعمل تحاليل متكامل في إطار مبادرة حياة كريمة. خلال وحدة الحمراوين بنقدم لحضراتكم خدمة الكشف من خلال حياة كريمة. القافلة تقدم على يومين، النهاردة اليوم الثاني. بنقدم جميع الخدمات الطبية من كشف وصرف علاج وعمل أشعة وتحاليل. جميع الخدمات تقدم بالمجان للسادة المواطنين.